عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم في القناه مره اخرى. نتمنى تكونوا لاباس عليكم وعلى خير في امان الله. اليوم جبت لكم واحد الغديوه ديال الفلفله معمره بالارز بالروز على بركه الله. بسم الله. اول حاجه غادي نحتاجو واحد جوج كيسان كبارين ديال الارز. غادي نحتاجو الفلفل مشكله بهذا الشكل، خضراء اصفر احمر ولا اللي بغيتو، ولا ما عندكمش عندكم الاخضر ممكن ديرو ماشي مشكل. وغادي نحتاجو الطماطم ديال المعلب، وغنحتاجو القزبر ومعدنوس، وغادي نحتاجو زيت المائده او زيت الزيتون، وغنحتاجو الفلفل الحار اختياري، الثوم المجفف، الفلفل الاسود اللي هو الابزار، السكنجبير، الكركم الخرقوم، والفلفل الحلو والملح. وغادي نحتاجو الطماطم باش نحكوها. غادي ناخذ الارز ديالنا غادي نديروه يتسلق بالطريقه العاديه التقليديه، وغادي نخليو نديرو الماء يغلى، ومن بعد غادي نديرو كيف كتشوفوا انا درتو يتسلق. وغادي نمشي من بعد ما كنت غسلت الفلفل ديال الفلفل ديالي، غادي نخويها نحيد لها القلب ديالها، ونحتفظوا بالغلاقه ديالها غنحتفظوا بها، وهكذا حتى نكملهم كاملين. كيف كتشوفوا ها هو الرز ديالي بعد ما تسلق. غادي نصفيه، نصفيه من الماء اللي تسلق فيه، وغادي ناخذ الطماطم اللي طحنت والطماطم ديال المعلبه، وغادي نضيف لهم الرز ديالنا اللي تسلقناه في شويه ديال الملح. غادي نديرو فوق الطماطم اللي طحنت والطماطم المعلبه. وبالنسبه للماء اللي سلقنا فيه الارز ديالنا ما غاديش نرميه، غادي نخليه جانبا لان غادي نحتاجوه، خلوه جانبا. وغادي نكملوا نصاوبوا الارز ديالنا، غادي نديروا فيه معلقه كبيره ديال زيت الزيتون ومعلقه ديال زيت المائده، وغادي نديروا التوابل ديالنا. غادي ناخذ بودره الثوم، نديرو شويه من بودره الثوم، وغادي نديرو الفلفل الاسود اللي هو الابزار، وغادي ندير السكنجبير، وغادي ندير الكركم او الخرقوم، وغادي ندير الفلفل الحلو، وغنديرو الملح حسب الذوق. وبالنسبه للفلفل الحار كيف قلت لكم كيبقى اختياري، انا ضفت شيئا من الفلفل الحار. دابا غادي نضيف شويه من الملح، مع اننا راه سلقنا الرز في شويه ديال الملح. دابا غادي ندير القزبر ومعدنوس، غادي ندير القزبر ومعدنوس، وغادي نخلي شويه منه غادي نحتاجوه في الكفته اللي غادي نعمرو بها هي ولا صوص ديال الطماطم اللي خلينا جانبا. ناخذ الكفته ديالنا غادي ندير لها قزبر ومعدنوس، وغندير لها دوك الطماطم اللي درنا، وغادي ناخذ بصله مبشوره، بصله كبيره مبشوره، غادي ناخذ منها نص ديالها غنديرو مع الكفته، وغادي ندير معها معلقه ديال الزيت الزيتون، وغادي ندير بودره الثوم، وغادي ندير الابزار الفلفل الاسود، وغادي نديرو الفلفل الحلو اللي هو التحميره، وغادي ندير شويه من الملح، وغادي نعطر الكفته ديالنا، وما تبقى من البصل المبشور او مطحونه غادي نديرها مع الرز. ومن بعد غادي نخلط الكفته مع الرز، وغنخلي قليل منها جانبا غادي نحتاجوه، خليو جانبا. وغنخلط الكفته ديالي مع الارز ومع البصل، وغادي نجيب طنجره فين غادي نطيب،
وغادي ناخد الفلفل وغادي نبدا نعمر به، نعمرو بالروز وكنحاولوا نعمروه مزيان من الداخل وما نطلعوش العمارة حتى الفوق، نخليو لنا كنعرفوا بان الروز من بعد ما كيطيب كيتنفخ، الوغ ما نطلعوش بزاف باش ما يتشتتش لينا الفلفله، وكنحطوهم في الطنجره او في الطاجين اللي غادي نطيبو فيه، كنعمرهم كاملين ومن بعد نكملو شنو غادي ندير. كيف كتشوفوا انا كملت الفلفل ديالي عمرته، بقى لي الروز، غادي نحاول نديرو لتحت ديال الفلفله، ندخل في الجوانب ديالها لتحت يكون لتحت، وغادي نضيف واحد جوج معالق حتى ثلاثه ديال المعالق كبارين ديال زيت الزيتون، وغادي ناخذ هذاك الماء اللي سلقت فيه الروز اللي قلت لكم هو اللي غادي نروي به الطنجره ديالنا، هو غنديرو في الجوانب كامله، ومن بعد غادي ناخذ كيف كتشوفوا غادي نديرو هذا كيدير لنا واحد الغميره زوينه ما كيجيش ميها، كنعرفوا حتى الفلفله راه كتطلق الماء، ولكن بهذا اللي رويت به ما كيجي كيجي داك الشيء زوين، ما غادي تشوفوا في الاخر كيفاش كيجي، ما كتكونش ميها ما كتكونش مزيسه. وكناخذ دوك الكوايد داك الكفته اللي خليت كندير كويرات وكنديرهم في الطنجره ديالي الفوق هكذاك باش نزين بهم، وغادي نديروهم هكذا. وكيف قلت لكم هذاك الماء راه كيجي هائل في هذا الطبق ديالنا، انا غادي نديرهم يطيب ومره مره نطلعوا عليها، الا كان خصها شويه ديال الماء نزيدوها باش ما تلصقش، وها هي طابت كي كتشوفوها جات المرق ديالها جا مجموع ما جاش داكشي مياه. نتمنى هاد الوصفه ديال اليوم تعجبكم، ان شاء الله تجربوها ما تندموش، كتجي غزاله لذيذه بزاف. شكرا لكم، شكرا للمشاهده، شكرا اللي كتمنحوني من وقتكم، الى اللقاء في فيديو اخر، تهلاو فروسكم، سلامه.